كل واحد ينقص 10 كيلو، عرفت كيف؟ فالقصد انه السؤال الثالث بعتقد كان من عند مها عن 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 موضوع الماء الاطفال. والعصائر والمشروبات الغازيه. ايه رح اجيب، بس الاطفال احنا بنربيهم مش هم بيربونا، وهي مسألة مهمة بنسوها الناس. طبعا موجودة كل هالمغريات وكل هالدعايات والتلفزيون وحتى في المدارس بشجعوهم على الأكل الخطأ وعلى الشرب الخطأ. فيجب أنه الأخت مها إذا رح يضطر تشربهم كولا، تشربهم الكولا اللي ما فيهاش سكر اللي بسموها لايت كولا، بس شوي شوي تفطمهم. زين، العصائر، عصير الجزر مليان كثير فيه سكريات، يفضل انه الواحد ما ياخذ كثير منه. مساله الفواكه، في فواكه اللي هي كثير فيها سكريات وفي فواكه اقل. هلا مثلا الستروبري والفراوله بيكون قليل في سكريات، هذا كويس. البلو بيريز، نعم، الكرانبريز، كل البريز هذه منيحه. لما يحب ياكل ممكن ياكل له تفاحه او نص تفاحه في اليوم بدل ما ياكل له نص كيلو تفاح. نعم. وهكذا، لانه قلت لك قصه النهم هي مشكله. فمساله اللي بده ينجح في هذا الغذاء يجب انه يعمل بسموه كالوري كاونتر، مش كارب كاونتر، اللي هو يعد كم ملغرام في كل الاشياء اللي بياكلها يوميا. النقطه المهمه في الموضوع، لما الواحد يعمل اتكنز الجوع راح يقل بكثير وصحته راح تتحسن. نعم. عرفت كيف؟ نعم. والنشاط رح يرجع، بس الأخت مها لازم تعرف تقرأ الكتاب عشان تتبع النصائح بشكل مضبوط. نعم، شكرا دكتور. مشاهدينا نأخذ فاصل ثم نعود لمتابعة برنامج لكل العرب، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. موضوع الحلقة حول الحقائق والأساطير حول الغذاء الصحي. نرحب مجددا بالدكتور عمر أحمد، مرحبا بك معنا. شكرا. وأيضا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الموجودة في أسفل الشاشة. يعني دكتور، هناك تلوث غذائي، هناك تلوث بيئي، هناك مشاكل. يعني قبل يومين نسمع عن فيضانات تقتل أكثر من 3000 شخص في بنغلاديش والفلبين، وموضوع الإيدز. يعني البارحة الأمم المتحدة تصرح بأنه 32 مليون فاصل 32.7 مليون مصاب بالإيدز هذا العام فقط. يعني أمور خطيرة، تلوث الغذائي، إنفلونزا الطيور. يعني بين فترة وفترة نسمع عن هذه المشاكل ونصائح بعدم أكل اللحوم بسبب الأضرار وجنون البقر وإلى آخره، أمور كثيرة. هذه بالإضافة إلى الحروب اللي بتشهدها مناطقنا. كل هذا، يعني هذا الكم الهائل من التلوث الذي يحيط بنا يعني من كل مكان، كيف يؤثر على الإنسان، على السمنة لدى الإنسان، على طريقة تناوله وسلوكه؟ يعني نحن حتى على الصعيد الاجتماعي نتحدث هنا كعرب أو كجاليات عربية، زياراتنا ويعني الزيارات التي نقوم بها إذا كان في المناسبات وفي الأعياد كلها تعتمد على الأكل، أينما تذهب أنت تأكل. بالضبط. فهذه المشكلة والكارثة الكبيرة، يعني لا يمكن أن تحافظ على حمية، يمكن تقفل عليك الباب وتحبس نفسك بالبيت حتى تحافظ على حمية معينة، يعني ما تشوف حدا حتى تقدر تمشي على هاي الطريقة الجيدة للحفاظ على الصحة. كما ذكرنا موضوع مسألة التقليل من النشويات، الحمية اللي نحكي عنها الآن. دكتور اسمح لي قبل ما نحكي عن هاي النقطة نأخذ معنا من عمان كريم، تفضل. ريم، عفوا، ريم من عمان، تفضل يا ريم. ريم، وطي صوت التلفزيون لو سمحتي. ألو ريم، وطي صوت التلفزيون. تفضلي. الو، اهلا. الو، عم نسمعك يا حبيبتي، تفضلي. الو حبيبتي، اسمعيني من السماعه. انا نعم، صوتك شوي ضعيف عندي. طيب حبيبتي قولي لي شو حابه، شو حابه. انا يعني مبسوطه بحكي الدكتور، وهيك كثير يعني شجعني على اني احكي، وهي اول مره بحكي مع الاذاعه بالتلفزيون. اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. الله يخليكي. بدي اعرف الدكتور عن انه نكون على الدهنيات ناكل والاشياء اللي فيها بروتينات. انا قبل هالمره عملت هذا الدايت، يعني انا وزني حوالي 100 وكل سنه عم بزيد 5 كيلو بالضبط، يعني بتزيدي. فبدي اعرف انه
النشويات هذه البروتينات عملت عليها هذا وصار في عندي عفوا امساك وصار يعني احس بحرقه بصدري يعني اني بحس زي الاسد ازرق لحم بدي زي يعني لقيته مع انه بالفعل نزل لي وزني بسرعه وهيك واتبعت اكثر من الرجيمات الاشياء اللي عم بيتحكوها بهذا الرجيم والدايت والكالوريز وهاي الاشياء بس ما عم بلاقي نتيجه يعني كل شوي برد برجع زي ما بتقول الحاله النفسيه والسايكولوجي هيك الواحد بصير تنشن بصير بده ياكل او انه بده زي ما قلت يعني هيك بلغتنا انه بياكل عشان يترخم وينسى كل الاشياء اللي بفكر فيها صح؟ ايه حبيبي ما بعرف يعني شو نصيحتك يعني قبل شوي كنت عم تحكي بشيء كثير حلو اللي هو الاربع مراحل وكنت عم بنقلها وبكتبها منك بس ما لحق يعني غيروا الموضوع نعم يعني نحن بتعرفي شكرا ريم على مشاركتك بس نحن لانه في اتصالات كثيره وقت البرنامج يعني لا يكفي لان نشرح كل هذه النقاط بالتفصيل سنحاول باختصار ان اتحدث عنها ان شاء الله معنا اتصال من ايطاليا من حسن تفضل حسن من إيطاليا انقطع الاتصال بإمكانك أن تعيد الاتصال مرة أخرى إذا دكتور سؤالها تحدثت أنه يعني